نختم بفيديو لطالبة من غينيا بيساو. وقد تخرجت هذه الطالبة من الجامعة الجزائرية في تخصص الطب. هذه الطالبة بينما كانت تعبر عن فرحتها بما عايشته وعاشته هنا في الجزائر، تحدثت عن الجو العام الذي ساعدها على تعويض غيابها عن عائلتها لسبع سنوات كاملة، ليكون هذا التصريح شهادة في مصلحة الجامعة الجزائرية. نتمنى التوفيق للطالبة خديجة وكل طلبة الجامعة الجزائرية وسفراؤنا في جامعات العالم.